نعم لك عم بسمعك. شو هالحكي؟ لك عم تحكي جد؟ انت اعطيني العنوان لشوف. ايه طيب خليك متابع الموضوع وشو بيستجد معك بتتصل معي فورا. موفق ان شاء الله، مع السلامة. يا مساعد احمد. يلا سيدي. اهلا يا احمد، عود اشوف عود. خير سيدي؟ في شي؟ شايفك مبسوط. حدسك بمحله يا مساعد احمد. هلا وصلتني اخبارية انه عصابة الموت الاحمر عاقدين اجتماع سري للغاية، وراح يقروا بهالاجتماع تنفيذ خطة اجرامية على مستوى عالي، والتفاصيل كلها صارت عندي. شو هالحكي سيدي؟ وشلون قدرتوا توصلوا لهيك معلومات دقيقة؟ اي ولو شو شايفنا عم نلعب. ولا معلوماتك يا مساعد احمد، عصابة الموت الاحمر مخترقة. عصابة الموت الاحمر مخترقة؟ اي نعم، لانه نحن قدرنا نزرع بين العصابة عميل سري بوسائلنا الشخصية، وهالعميل عم بيزودنا بالمعلومات والتفاصيل اول باول. سيدي هالكلام اللي عم تقوله خطير كتير وحساس، يعني اللي بقصده اذا قدرنا نلقي القبض على عصابة الموت الاحمر منكون حققنا اكبر انجاز بتاريخ قسمنا، ورح يصير لهالانجاز طنة ورنة، ومو بعيد ابدا يطلعونا ببرنامج العدالة وجوه كثيرة. هذا شيء اكيد يا مساعد احمد، ولذلك بدي العناصر هلأ على اهبة الاستعداد، لانه بدي اعمل كمين لهالعصابة، ما خلي واحد فيهم يفلت من بين ايدينا. ولا يهمك سيدي، العناصر كلها جاهزة. مع السلامة. يعطيك العافية. لحظة، وين رأيي؟ كلمة سر. لاموني اللي غاروا مني. هلأ شرف. لا برعد نور معلي. يعني ما بتعرف اني انا بكري الاشرس رئيس عصابتكم؟ ولو يا معلم، وهل يخفى القمر؟ انا اللي بعرفها. لكن ليش عم تسألني عن كلمة سر؟ يعني معلم عدم المؤاخذة، يعني بركة الجنائية بعتولنا واحد بيشبهك وقدر يندس بيناتنا على غفلة. علي يشيل علي يشيل بنروح كلنا دبلكة. لا والله فهيم ما بك شي. انتتر لورا هيك، انتتر من قدامي. عمك جلوس. أعزائي وأحبائي أعضاء عصابة الموت الأحمر الموقرة، أصدقائي اللصوص والنشترية وقطاعين الطرق المحترمين، نحن اليوم مجتمعين هون لحتى ننفذ باكورة أعمالنا الإجرامية. وطبعاً أول عمل إجرامي لعصابتنا لازم يكون متميز، مختلف، جديد. يعني لازم تكون العملية نوعية لحتى نعلن بكل فخر عن ولادة عصابة جديدة رح يكون إلها دور كبير وفاعل ومنفعل ومفتعل وحيوي بعالم الإجرام والسطو والسلب والنهب، أسوة بغيرنا من المتفوقين في هذا المضمار، وقدوة بمن سبقنا ومهد لنا الطريق. وطبعا الهدف اللي وضعناه بين عيوننا هو الدخول إلى عالم الجريمة المنظمة من أوسع أبوابه. ومثل ما بتعرفوا العالم اليوم تحول لقرية كونية صغيرة، وبهالعصر هذا عصر العلماء والتكنولوجيا والاتصالات واندماج الشركات العملاقة، ما عاد في مكان للعصابات الصغيرة والإجرام الفردي. ما عاد في مكان. حتى الجريمة تطورت وتوسعت وصارت تمارس على مستوى شمولي، والعصر هذا اللي عايشينه هو عصر المافيات الكبيرة واندماج العصابات الضخمة متعددة الأغراض، عصر غسيل الأموال، غسيل الأموال، تجارة الممنوعات على مستوى العالم كله. وعلى عينك يا تاجر، إلك
نحن لازم نساير العصر ونواكب التطور يلي صار بعالم الجريمة. ولهالسبب مطلوب منكم أول كل شيء تنمية المهارات الفردية وتطويرها وتحديثها. يعني والله العظيم يا شباب كتير صعب علي اللي شوف زلمي ومحاسيبي يلي عطيتهم الفرص حتى ينهبوا ويعملوا ثروات ضخمة، كتير صعب علي يخونوني ويستوطوا حيطي ويديروا لي ظهرهم أو إنهم يحسوا حالهم أهم مني مثلا. أعوذ بالله يا معلم، مستحيل نفكر بهيك شيء، روحنا فداك. عظيم جدا. بعدين يكون بمعلوم الجميع إنه أنا يلي بخطيط وأنتوا يلي بتنفسوا بدون ما حدا يسأل ليش. وتأكدوا يا شباب إنه المستقبل قدامكم مو وراكم، وبكرة بصير عندكم قصور، مزارع، أراضي، فيلات مثلكم مثل أي مليونير غير شرعي بهالعالم أبدا. واحمدوا ربكم إنه ربنا سبحانه وتعالى بعتلكم رئيس عصابة من فتح عصري مثلي، وإلا كنتوا رح تضلوا طول عمركم لصوص صغار وحرامية. هات إيدك والحقني. إيه والله مزبوط، الحق بإيدك معلم. يا شباب أنا لميتكم من الشارع عدم المؤاخذة، يعني من المزابل، من السجون، من الخرابات. أنتوا كنتوا مثل الصراصير حول البلاليع، مثل جرادين السياقات، هيك كنتوا مثل جرابيع المجاري بلا ما نقول. وكل واحد منكم كان عم يلاطش ملاطشة حتى يلاقي بيك باص يضبه، وهي جيت أنا فتحت لكم صدري أوليتكم ثقتي. فياريت تحلبوا معي صافي ونضل إيد بإيد حتى نقدر ننافس بالمستقبل المافيات والكارتلات والتروستات العالمية. يا معلم نحن وراك للموت. عاشت عصابة الموت الأحمر. عاشت 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 عاشت. بس معلم نحن لهلا ما بنعرف طبيعة العملية اللي بدنا ننفذها. العملية جاهزة على الورق وبتصور إنها مضمونة 100%، والتنفيذ اليوم بالليل. طيب ممكن نعرف شو نوعها معلم؟ يعني يا ترى تهريب، تشليح، سطو مسلح، سرقة، نهب، خلع؟ معلش مو مهم تعرفوا هلأ التفاصيل، تاخدوها قبل التنفيذ بنص ساعة. على كل حال يلي بقدر لكم يا هلأ إنه العملية اسمها رق الحبيب، وراح نكون كلياتنا مشتركين فيها. هذا طبعا غير العناصر يلي عم تدرس الجو وعم تراقب مكان العملية. وحتى يرتاح فكركم راح أقلكم إنه العملية عبارة عن سرقة $500,000 من شركة تجارية ضخمة. بقى هلا خدوا لي بريك، خدوا فيه سوفت درينك، شربوا قهوة، شاي، زهورات، لعبوا طرنيب، نو بروبلم أتول. المهم هلا لازم تبقوا هون لوقت التنفيذ، لازم تعتصموا وممنوع على أي حدا يغادر المكان ولا بشكل. ماشي الحال، انصراف عشوائي. الله معكم. روحوا خبوا السيارات أحسن ما العصابة تشوفهم يخرب بيتكم مع باكم. يلا. أيوة كل شيء جاهز. عظيم جدا، نلتقي. يلا يا شباب قيام. يا شباب عملية رق الحبيب بديت من هاللحظة هي، يعني ساعة الصفر قربت. بقى تذكروا لي منيح إنه مستقبلكم متوقف على هالعملية هي، ولهالشي لازم نكون حذرين كتير وما نغلط أي غلطة. وما في داعي نبهكم مرة تانية لضرورة تنفيذ الأوامر حرفيا ومن دون أي مناقشة. نفذ ثم اعترض. جاهزين؟ جاهزين. عظيم يا معين. سيبت يا خيط سيبت. يلا تعال صفوا لي رتلو حادي الطويل قدامه القصير ورا. امسك 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 الى الامام. سر
اسمعوا منيح يا شباب، خلوكم رابطين الجيش. انت ويا فوتوا لهيك. يلا بسرعة. باقي كلكم اطلعوا لفوق. يلا شو؟ لك بسرعة. حضر. ابو ربيع، ابو ربيع. انت خليكم. ابو خليل. اطلع لفوق. اطلع. اطلع. وزعوا وزعوا وانتوا اثنين لهنيك، وانتوا اثنين لهنيك. لفوق لفوق يلا. الحقني البناية كلياتكم. كلنا معلم. طبعا كلياتكم. لك نصكم معلم. انا قصدي بس مشان ما نلفت نظر. لك يا اخي انا عملتها قصدا بيوم جمعة وبعز النهار مشان ما نلفت نظر. لا تناقش ولا يلي بده يناقش يرجعها. حاضر معلم. خلص بس يا معلم خلي اثنين هون على القليلة بس ليراقبوا الجو. الجو مراقب لحاله، لا تخافوا. طب وينهم وينهم اللي عم يراقبوا؟ ماني شايف حدا. لك طبعا ما رح تشوف حدا. شو اسمهم عم يراقبوا لكان؟ الحقوني خلصوني، ما معنى وقت. وين شنطتي؟ ليكن عليهم هدول هني. يلا يلا امشي. طب بتحب لك اخلص يا شربي. بصير اسم السرقة موصوفة. لك اخي كسروا الابواب كلها على مسؤوليتي. واقف عندك. واقف عندك. واقف عندك. والله وعدتكم يا عصابة الموت الاحمر. زلت حتى شوف. حط مسدس. زلت حتى. نجاح العملية اللي خطها، لأنه بفضل ذكائك وحنكتك ومهارتك قدرنا نلقي القبض على 10 مجرمين بجريمة موصوفة دفعة واحدة. الله يخليك يا سيدي. والحقيقة أنا كمان بدي أشكركم، يعني كمان بفضل هالكمين المحكم اللي عملتوه سهلتوا المهمة علينا كتير. تفضل. احترامي سيدي. سيدي في واحد من المجرمين طالب قابلكم. شو بده؟ الموضوع ضروري مهم ما بحكي لغيركم. أوف، وشو هالموضوع ضروري بقى؟ خليه يفوت لشوف شو هالموضوع. حاضر سيدي. فوت. احترامي سيدي. شو هادو لا؟ شو هاد؟ جنيت؟ لعبة بقلبك ما هو قحك. لك مين سمح لك تقدم تحيل على التغيير؟ سيدي سيدي اسمعوني للأخير الأول بعدين نحكي. هذا شو بحكي؟ هذا يا سيدي. عجبك لهالكمية اللي أكلناها يا نقيب بكري؟ طلعوا كلهم مخبرين. شو يعني؟ ما في ولا حرامي بيناتهم؟ ولا حرامي. ولك ليش ما بلغتوا أقسامكم ولا؟ سيدي أول شيء ما كان حدا عرفان من بيناتنا إنه البقية مخبرين. كنت أفكر حالي إنه المخبر الوحيد وبس، والباقي طبعا لصوصه حرامية. بعدين سيدي المعلم بكري، قصدي النقيب بكري، شلحنا كل الموبايلات قبل العملية، مشان هيك ما قدرنا نبلغ. ولك العمى بقلبكم شو حقراء؟ يعني ما لقيتوا غير هالعصابة تنضموا إلها؟ ولك العصابات معبية البلد. سيدنا ما كانت تقبل فينا ولا عصابة. أنا انحبست فترة بعدرة، قلت لحالي بلكي بنضم أو بندس بشي عصابة، ما قدرت وضليت هيك لحتى تعرفت بسيادة النقيب بكري جوا. افتكرته مجرم، عرض علي انضم للعصابة، وافقت فورا. وأنا نفس الشي سيدي. وأنا كمان سيدي. وأنا كمان سيدي.
معقولة يا نقيب بكري ما تقدر تميز بين المجرم والمواطن بالسجن؟ سيدي أنا بالنسبة إلي كل مواطن مجرم حتى يثبت العكس. يا حبيبي على هالمنطق. يلا يلا تعرف على أسماء واحد واحد مشان نتأكد منهم. شو اسمك أنت؟ المساعد سمير حرقص قسم الأدلة والتحقيق سيدي. وأنت؟ وائل أبطش من قسم التوغل والتعمق سيدي. وأنت بلال؟ عطوان بازوكا من قسم المداهمة والاختراق سيدي. وأنت؟ وليد المغلوب من قسم التحري الخاص سيدي. والنعم. وأنت؟ سعيد زخ المطر قسم المطاردة والمتابعة سيدي. ألو النقيب بكري. نعم نعم معك. شو هالحكي؟ إمتى؟ طيب 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 رح نبعت دورية فورا ولا يهمك. ألا معك. خير شو فيها نقيب بكري؟ سيدنا سرقت الشركة اللي كنا عاملين فيها الكمين. قال فاتت عليها عصابة مسلحة وألفطوها ألفطة وما خلوا فيها شيء أبدا. يا حبيبي كملت معنا وهالمرة أكيد عصابة حقيقية. نعم سيدي حقيقية. وشو اسمها؟ عصابة الموت الأحمر سيدي.